هل يجوز لي أن أطوف وأسعى عن آخر؟ لا، طواف تطوع، تطوف عن واحد تطوع، هذا في خلاف بين العلماء. وأما السعي ما فيه تطوع، السعي ما فيه إلا السعي الواجب فقط ولا فيه تطوع. أما الطواف يصح عنك وعن غيرك بالنيابة إذا كان تطوع، إلا لأنه عمل بدني فيكون عن الطائف فقط، عمل بدني مثل الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد. ولا فيه دليل، يقولون ما فيه دليل على أنك تطوف لأحد طواف تطوع. نعم.